أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على محبة إمامنا موسى بن جعفر باب الحوائج الثانية. قضاء للحوائج وشفاء للمرضى وتعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثالث بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي يا صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصوم. سلام الله عليك يا باب الحوائج، يا غريب السجون، يا صاحب الساق المرضوف بحلق القيود، يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. ليلة باب الحوائج أريد توجه، أريد إنصات، أريد إصغاء، وعزاء مقدس ومكان مقدس، وإن شاء الله قضاء للحوائج في هذه الليلة ببركات باب الحوائج يا الله. بس ما أريد، هو القلب مساحة حرة يعبرون عنه، يعني يمكن أنت قاعد في أي مكان، وإن كان هذا المكان ما يستبدل بغيره، لكن تقدر وأنت في هذا المكان زائر أمير المؤمنين انصت شوية، افتح قلبك، وأنت بهالمكان هذا تتمكن من أن تنتقل إلى تلك الطامورة، إلى تلك الظلمة، وتعيش لحظات مع باب الحوائج إمامك. أي والله، خلي شوية نواسي قلب المفطور، 14 سنة ما شايف أهله، 14 سنة تحت ظلمات الأرض. ولذلك حتى الشاعر يبدي يقول: بنفس الذي لاقى من القوم صابرا، بنفس الذي لاقى يا من القوم صابرا، أذى لو يلاقي يذبلا، أعظم جبل يذبلا. الله، حن قلبك وأنيت يا الله. بنفس الذي لاقى لاقى من القوم صابرين، أذين أذين، لو يلاقي يذبلا ساخ يذبل، بعيدا موسى بن جعفر، بعيدا عن الأوطان والأهل لم يزل ببغداد من سجن لآخر، ينقلوا
بس بعيد يقول وحيدة يعاني لو عدت السجن. السجين ويا مجموعة من السجناء، واحد يرد على الثاني الوحشة، موسى بن جعفر وحده وحيدة وحيدة يعاني لو عدت السجن مرهقا ويرفل بالأصفاد وهو مكبل ودس له السم ابن شاهك غيلة فأدرك منه الرئس. علي بظهرك أمير المؤمنين وينظر لك والليلة عزاء ابن موسى بن جعفر، فمو مقبول تبقى ساكت، مو مقبول أبدا، الكل يرفع صوته، الكل يا الله الباب الحوائج للغريب، ما حد صاع علي وإماما، احنا نصيح وإماما. ودس له السم ابن شاهك غيلة غيلة فأدرك منه الريد سماك صيحتك، انا اريد صوتك. قال ومات سميما واماما، ومات سميما حيث لا متعطف عليه ولا حان هناك يعلل. اي والله قضى 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 إمامكم قضى، فغدا ملقا على الجسر ناعشه. أعيد لك هذا المقطع، أعيد لك، أعيد لك. قضى يا قضى فغدا ملقا على الجسر ناعشه، له الناس لا تدنو ولا تتوصلوا، ونادوا على جسر الرصافة حوله نداء له السبع الطباق تزلزلوا. علي يا علي يا ضاق الهوى ومل من حياته. بارحة قريتهن وأحد المؤمنين حلفن موسى بن جعفر، أعيدهن أعيدهن إلى ما يخالف إلى إكراما. يقول علي ضاق الهوى، علي ضاق الهوى، منين يجي الهوى؟ جو الأرض محبوس 14 سنة. علي ضاق الهوى ومل من حياته، ولا يعرف وقت به لصلاته. اي والله لمن سموا سموا بي صارت وفاته. ايه عقب ماذا يا بجبده وخلص بالسم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. حديثنا مختصر باعتبار العزاء يجب أن يكون طويلا في هذه الليلة، فاخترنا موضوعة واحدة ترتبط بإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. مقدمتين قبل موضوع الآية المباركة، المقدمة الأولى في هذه الآية من آخرها، هذه الآية نص من النصوص التي تعمل على ضربين. يعني شنو على ضربين؟ القرآن الكريم إخواني كائن حي، يعني شوفوا أنت كتاب بين الدفتين، مجلد ومكتوب بكتابة أحرف،
ولكن إعجاز الله، واحدة من وجوه الإعجاز في هذا الكتاب أنه قرآن كائن حي. أنت شنو نيتك يعرف نيتك، يطيك على قدر نيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو، يعني القرآن، قل هو للذين آمنوا. جايب مؤمن، جايب نية إيمانية خالصة، شي يصير لك القرآن؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني شرط أن يكون هدى إليك يهديك ويشفي مرضك بشرط واحد، وهو أن تأتي مؤمن بما في القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. اسمع، والذين لا يؤمنون، الإيمان مو ظاهري، الإيمان باطني. يمكن أن تظهر الكفر وتكتم الإيمان كما هو التقية، أو العكس، تبطن النفاق والكفر وتظهر الإيمان فهذا هو النفاق بعينه. القضية قضية قلب. مع ذلك القرآن الكريم يقول أنا أكشفها. شنو اللي بقلبك أكشفه؟ قل هو للذين آمنوا، جايني مؤمن أنت، فأنا أكون لك هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون، في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، وهو عليهم عمى. هو عليهم عمى، يعني يعرفهم، اجوا في قلوبهم زيغ، ما مؤمنين. القرآن الكريم يقول بعد ما اهديهم اودي الى الضلال، ضلال يجر ضلال الى ان يصل الى قعر جهنم. هاي المقدمة الأولى جدا ضرورية أخوان. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين قال لابن عباس حمال وجوه. حمال وجوه ربما معنى من معانيها، من معاني كلمة أمير المؤمنين، هذا المعنى القرآني، أنه القرآن الكريم نعم حسب النية يجيب واحد من أتباع معاوية نيته سيئة، القرآن الكريم لا يزيده إلا ضلال، يطلع له استنباطات ويوصله إلى قعر جهنم، ما ينطي أبدا نتيجة صحيحة. ونفس القرآن الكريم بنية خالصة تأتي إليه يقودك إلى الهدى والرشاد إلى جنة المأوى. المقدمة الثانية إخواني، آيتنا آية البحث اللي ذكرناها، آية البحث. القرآن الكريم يقول هاي خاصة للذين يفقهون، لقوم يفقهون. فإذا ما زال الآية للفقهاء، للفقهاء، أكرر، إذا كانت هذه الآية للفقهاء إذن بحثها عميق، وعميق جدا. ليش؟ لأن الفقيه إخوانه، هم شوية خلنا نوقف عندها دقيقة دقيقتين ما يخالف. الفقيه في القرآن الكريم ربما يتعارض مع الفقيه الذي نحن نفهمه. ربما إحنا شايلين لمعنى الفقيه، معنى شنو كلمة فقيه مثلا، يجوز احنا شايلينها انا او انت بالمعنى المتعارف بيناتنا، نقول صاحب العلم الكثير. لا خطأ، مو صاحب العلم الكثير. او نقول لا، الفقيه هو هذا صاحب العقل الكبير اللي وين ما تطيه مسألة يجاوبك عليها، هم هذا مو صحيح. في القرآن الكريم الفقيه هو سليم القلب، اللي قلبه نظيف، اللي قلبه ما بي انا، ما بي كبرياء على الله، ما متكبر على اولياء الله، لا يوالي اعداء الله. بتعبير القرآن القلب السليم، هذا القلب الفقيه، هو هذا الفقيه، لأن الفقاهة مرتبطة بالقلب، ما له علاقة لا بالعلم ولا بالعقل. إبليس ما شاء الله عقله، اشتطي من مسألة يراوغك ويطلع لك عكس. إبليس يعلم الحق كله، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إبليس يعلم الحق كله والباطل كله، فيخرج الناس من الحق إلى الباطل. إذن عالم، وذاك الذي صنع قنبلة نووية عالم باختصاصي، عنده علم، مجموعة علم، ولكن صنع قنبلة لفناء الناس. وذاك الذي يصنع أسلحة جرثومية، وذاك الذي بعلمه يصنع أسلحة، وهكذا وهلم جرة. العلم لوحده لا يحقق الفقاهة، العقل إدراك الناضج لوحده لا يحقق الفقاهة. في القرآن الكريم الفقاهة مع سلامة القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، خل أذكر لك نماذج. بسم الله الرحمن الرحيم، إنها لا تعمى الأبصار. حافظين الآية، شيعة أمير المؤمنين، وما عدنا وقت، نريد بسرعة نمشي بالحديث حتى نوصل للعزاء. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، وين تحديدا؟ في الصدور. هاي القلوب التي في الصدور تعمى. بسم الله الرحمن الرحيم، لهم قلوب. اسمع اسمع، يعني هسه القلوب حددنا وين مكانها،
في الصدور. القرآن قال هاي القلوب التي في الصدور. القرآن نفسه قال، قال لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني الفقاهة من شغل من يا عضو؟ ها مو صعبة، جاوبوني مو صعبة. القلوب وين مكانها؟ في الصدور. القرآن يقول القلوب التي في الصدور. القرآن نفسه يقول الفقاهة من عمل القلوب التي في الصدور. فلهم قلوب لا يفقهون بها، بواسطتها ما يفقهون. يعني الفقاهة من شغل القلب. طبع الله على قلوبهم أن يفقهوا، على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. دائما الفقاهة مرتبطة بالقلب. كل القرآن الكريم، وربما الحديث يحتاج إلى تتمة، لأنه قد يقول قائل أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر من عمل العقل. نعم العقل يعمل يفكر، لكن إذا كان القلب سليم العقل العقل يعمل لخدمته. إذا القلب فاسد العقل هم يعمل لخدمة القلب الفاسد. فأهم شيء جيب لي قلب نظيف، قلب سليم يستلم الفقاهة يطلع فقيه. أما عقل لوحده، إدراك لوحده، علم لوحده، معلومات ما تحقق فقاهة. حتى إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، أو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على اختلاف النقل، أو الإمام الهادي، هكذا يقول في الفقيه الذي يجب أن يتبع، الذي يجب أن يقتدى به، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هذه كلها سلامة قلب. حديث عن القلب. موضوعنا أخواني، موضوعنا الإمام موسى بن جعفر فسر هذه الآية بتفسير عجيب جدا، اللي هي يا آية بسم الله الرحمن الرحيم، آيتنا اللي بدينا بها مجلسنا، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. نفس الواحدة إما المقصود آدم أو الفطرة الواحدة، طبيعة واحدة خلقكم. فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. زين شنو مستقر شنو مستودع؟ إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، خلي أشرح المضمون بعدين أجيب الرواية، مع الصلاة على محمد وآل محمد. إمامكم باب الحوائج شرح، قال الإيمان ينقسم قسمين: إيمان مستقر ثابت في القلوب ما يزول، وإيمان متزعزع مستودع يمكن يبقى فترة سنتين 10 20 وبعدين يطلع من القلب فيزيغ صاحبه ويكون من أهل النار، من أهل الضلالة. الإيمان قسمين. نعم الإيمان قسمين. الهداية قسمين في القرآن الكريم: هداية كسبية أنا وياك نكسبها، أنا وياك نكسبها، اللي كل القرآن الكريم لما نتحدث يقول لعلهم يهتدون. هاي الهداية القسم الأول اللي أنت تكسبها، الله يجيب لك آيات علامات وأنت عليك أن تفكر وتقترب. وأكو نوع ثاني من الهداية، هاي اللي من الله، وهب من الله، ذيك مستقرة بعد ما يمكن أن تزيغ عنها. اسمع شو يقول القرآن: الحمد لله الذي هدانا. هدانا من فاعل الهداية؟ الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أكو هداية من الله، هداية كسبية. ولقد آتينا موسى البينات لعلهم يهتدون. يجيب بينات موسى لعلك تهتدي كسبا، تكسب هذه الهداية. هذا شرح مبسط تقريبا لجو ما يذكره الإمام عليه السلام. الآن الرواية في قرب الإسناد، في كتاب قرب الإسناد، عن عيسى السلقان، رجل من أصحاب إمامنا الصادق والكاظم صلوات الله عليه. هذا يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام
أريد أسأله، نويت أسأله، ما حكيت بعدني، لكن نويت أن أسأله عن أبي الخطاب. هسه يجينا منو أبو الخطاب، هسه راح نذكر إن شاء الله. ردت أسأله عن أبي الخطاب، يقول بعدني توني دخلت، بعدني حتى ما قاعد، سلام عليكم، قال عليكم السلام. لا قعدت ولا سألت، قال لي يا عيسى لما لم تسأل ولدنا موسى ابن جعفر عليه السلام، باب الحوائج، فإنه عنده علم ما تبغي وما تريد، وإنك لو سألته عن كل آية في كتاب الله لأخبرك بتفسيرها. يقولوا أنا واقف قلت له العفو سيدي، العفو مولاي، إذن أروح الباب الحوائج أدور عليه. يقول فقصدت العبد الصالح، هو عيسى يقول قصدت العبد الصالح فوجدته في الكتاب، كتاب يعني نقول المدرسة اللي يقعدون يدرسون بيها كذا، طبعا الإمام خوي ما يدرس عند أحد أكيدا، هذا اعتقادنا في أئمتنا عليهم السلام، لكن الإمام راد يبين حقيقة، هسه في آخر الرواية تعرفونها، راد يبين حقيقة أن الإمام ما محتاج إلى تعليم من أحد، وإنما علمه من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، علمه شديد القوى رسول الله، هم ورثة رسول الله فعلمهم من شديد القوى. زين، هذا اللي علمه من شديد القوى يحتاج لمن بعد؟ المهم يقول فدخلت عليه قلت السلام عليكم، بعدني لا قاعد ولا سائل، قال يا عيسى اعلم إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاقا على الأنبياء فآمنوا بما عنده لن يزول إيمانهم أبدا، وإن الله أخذ ميثاقا على الوصيين أو الأوصياء فآمنوا بما آتاهم لن يزول إيمانهم أبدا، وأعار قوما الإيمان برهة، أعارهم يعني شوية طامة شكل مؤقت استعارة يومين ثلاثة ويرجعها، وأعار قوما الإيمان ثم سلبه منهم، وإن أبا الخطاب من هذا الصنف، أعاره الله الإيمان ثم سلبه من قلبه. يقول صدق عيوني صبا دمعت عيوني وإجيت قبلته بين عيني وقلت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يقول عفت الإمام عليه السلام ورجعت إلى الإمام الصادق، قال ها خير سألت؟ قلت له نعم سألت، قلت يا ابن رسول الله أجابني ابتداء قبل أن أسأله، وأنبئكم بما تأكلون، عيسى بن مريم يقول، وما تدخرون في بيوتكم، حتى اللي ضامين في بيوتكم أنا أعلم، أنا أعلم قبل أن تتحدث. يا صاحبي السجن، يوسف يقول يا صاحبي السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كل شؤوننا كل ما عدنا عند إمام زماننا، منو إمام زماننا؟ ذاك اليوم يوسف، هذا اليوم المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيعلمون إخواني، يعلمون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بتعليم من الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا المؤمنين إحنا، فمن الذي يرى أعمالنا؟ نحن نرى أعمالنا؟ لا والله، لا نقيمها ولا نعلم هل قبلت أم لم تقبل. المؤمنون فئة مخصوصة، مراقب، مراقب على أعمالنا اللي هم آل محمد عليهم السلام. زين، أهم نقطة أثارها الإمام، التفت لي جيدا، التفت لي، وصلنا صلب الموضوع، ذروة الموضوع اللي نريد نطرحه. أهم ما في الرواية، الرواية فيها أكثر من جهة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى دراسة، لكن أهم شيء وهو مقصودنا في هذه الليلة، الإمام قرن يعني بالسياق، قرن جماعة الإيمان المستودع اللي يومين ينسلب من عندهم، قرنهم ويا الأنبياء والأوصياء. ليش؟ أعيد لك الكلمة؟ واضح أخواني؟ أعيد 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 ما يخالف أعيدها. الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الرواية قسم الإيمان إلى قسمين، إيمان مستقر، طبعا الآية، الآية قالت الإيمان المستقر، الإمام الكاظم قال للأنبياء وللأوصياء، زين ولا، وقال الإيمان المستودع المن
الجماعة أبو الخطاب. زين، ليش ذولا جماعة الإيمان المستودع حطهم الإمام صنف ثالث للأنبياء، يعني ويا الأنبياء والأوصياء هنا حطهم في هالمكان هذا؟ ليش؟ الجواب، ذولا جماعة الإيمان المستودع اللي يومين ويطلع من قلوبهم، كما يبدو من كلمة إمامنا عليه السلام، ذولا مو ناس عاديين، ذولا ناس رموز دينية منحرفة ادعت الإمامة أو ادعت النبوة، ذولا متسلقين متقمصين شخصية الأنبياء، متقمصين شخصية الأوصياء، ولذلك الإمام حطهم هنا، قال يجب أن تفرقوا بين النبي والوصي وإيمان المستودع اللي هو منتحل اللي هو كذاب. كلش خطرة، كلش خطرة هاي الحكاية، كلش خطرة. هنا حطهم الإمام عليه السلام ليوحي أنه في العادة، جاي أقول في العادة مو دائما، في العادة ذولا جماعة الإيمان المسلوب يومين والله يسلبه من عدهم، ذولا كبار يدعون إمامة، يدعون نبوة، يدعون وصايا، فاحذروهم. الإمام يقول عليه السلام، وذولا أهم نقطة فيهم، أهم نقطة التفت لي، ذولا اللي يدعون الإمامة اللي يكذبون على الناس يقول أنا إمام، أنا وصي مثلا للإمام الحجة، أنا معصوم، أنا نبي الله، أنا مبعوث من الله، إلا أنه لا نبي بعد، هاي ما تمشي عنده، يدعون النبوة. الديانة القاديانية سامعين بها بالهند ولا؟ ديانة القاديانية، أحمد القادياني ادعى أنه نبي وأنه عيسى وأنه المهدي، يعني ثلاثة تنسوه، هم وصي هم نبي هم عيسى هم المهدي وكلهم جامحين، وألف قرآن، يعني مو جديدة في وسطنا نسمع هكذا دعاوى مثلا، يجب أن نتثبت، يجب أن نتأمل. أهم نقطة، أهم نقطة في من يدعي الإمامة كذبا، كذاب يقول أنا إمام أو أنا نبي وهو يكذب، أهم نقطة فيه، أئمة أهل البيت قالوا له علاقة مباشرة مع إبليس، يتصل اتصال مباشر مع الشيطان، يشوفه وواحد يحاكي الثاني، معقول؟ نعم معقول. خلنا أقرأ لك بس آية وأذكر لك ثلاث روايات حتى نختم الكلام، خلاص تم الكلام. أذكر نموذجين، نموذج بالماضي، نموذج بالحاضر، لليلة غد الختام راح يكون إن شاء الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا لكل نبي، وكذلك هاي كلمة وكذلك في القرآن الكريم سنة جارية، يعني ما تقبل التبديل، كما في الماضي في الحاضر وفي المستقبل، وكذلك يعني مستمرة. وكذلك جعلنا لكل نبي، نبينا سيد الأنبياء مشمول؟ نعم مشمول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هذا العدو شنو؟ أليف وباء بنقطتين، شياطين الإنس والجن، أول ما يقدم الإنس على الجن، لأنهم شياطين. زين، كل واحد يشتغل بكيفه، لا، يقول القرآن الكريم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض، أكو تواصل، أكو اتصال بينهم وبين الشيطان. خل أذكر لك هل النصوص بصورة سريعة، فقد تم الكلام عنها. التفت لي، أولا في رجال الكشي الصفحة 592 عن هشام ابن الحكم عن الإمام الصادق قال: إن بنانا والسري وبزيع، ذولا أشخاص كانوا من أصحاب الإمام باقر والصادق عليهم السلام، عليهما سلام الله، ذولا شدعوا أسسوا مذاهب إمامة، قالوا إحنا أئمة مكان المعصومين، بنان والسري وبزيع ومحمد بن بشير والبطائني وغيرهم، قسم منهم ادعوا مذهب التفويض، أسسوا مذهب التفويض، تفويض يعني قالوا الأئمة يدبرون الشأن باستقلال عن الله، يعني مو مثل ما عيسى قال أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ذولا المفوضة قطعوا هذا الاتصال، قالوا مو بكيف الله، بكيف ذولا استقلال عندهم، فلعنوهم الأئمة وتبروا من عندهم. قسم منهم لا، ادعوا مذهب الواقفة، الواقفة يعني شنو؟ قالوا الإمام باب الحوائج هو الإمام المهدي ومو مسجون، تفقى وي هارون الطاغية طام فلوس، قالوا مسكتوا للشيعة وأنا ذب لكم موسى بن جعفر أخلصكم منه ذبه بالسجن، وذولا ناس علماء في الظاهر، أتقياء في الظاهر،
اجوا اسسوا مذهب الوقف، قالوا قفوا يا شيعة على امامة الكاظم بعد ماكو ائمة وراه، لا الرضا ولا الجواد، كله كذب. على كل حال، فشي يقول الامام؟ شاهدي ذول الطغاة، هاي النماذج المنحرفة اللي يدعون امامة وهم كذابين، صدق عندهم تواصل ويا ابليس. اسمع الائمة شو يقولون، وذكرنا الآية، اسمع الائمة هم شو يقولون. إن بنانا والسري وبزيع، هم ذول اللي أسسوا هاي المذاهب الباطلة، لعنهم الله، تراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة، يعني طلع لهم صورة، صورة وصوت شافوه، آدمي من قرنه إلى سرته، شافوه بشكل آدمي من رأسه إلى سرته، نص الصورة نص جسم، وصاروا يحدثونه ويحدثون. إمام جاي يقول عليه السلام، ليش قدمت الآية؟ خاف واحد يقول هاي ما يقبلها العقل وهاي ما أدري شلونه، قدمت القرآن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. البطائني عن الإمام الكاظم، البطائني من جماعة الإيمان المستودع، بس من كان مؤمن كان يروى عن الأئمة، هم بعدين الله سلب الإيمان صار دجال. المهم، البطائني قال، قال الإمام الكاظم، بطائني ينقل عن الإمام الكاظم، شنو قال الإمام الكاظم؟ لعن الله محمد بن بشير، من ذول اللي ادعوا الإمامة، وأذاقه حر الحديد، إنه يكذب علي، برئ الله منه وبرئت منه. بعدين شو يقول؟ اللهم خلصني من هذا الرجس، يعني محمد بن بشير، اللهم خلصني منه، فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمه. ما نقرأ في القرآن الكريم في سورة الإسراء، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حتى صناعتهم التكوينية اشترك فيها إبليس فأنتجهم، حتى يجون يخربون عقائد الناس، يدعون الإمامة، يسلبون فكر الناس إليهم عن الأئمة الحق. حفص النخعي عن الإمام الصادق، وهذه آخر رواية في كلامي، قال رجل، حفص يقول قاعد يم الإمام الصادق، فقال رجل سمعت أبا منصور العجلي، أبو منصور هم من ذول الحرفة وادعى النبوة وبعدين ادعى أنه الله والعياذ بالله، وادعى أنه ود أنبياء، وادعى أن الإمام الباقر نبي هو بعثه. شايف الخرط يعني شلون؟ فهذا الرجل قاعد يقول، قال للإمام الصادق، قال له ابن رسول الله، حفص أبو منصور عفوا، أبو منصور العجلي ادعى أن الله عرج به إلى السماء. التفت، ترى خطر الحكي، التفت لخطورة العقيدة، خطورة ذولا، عقيدة ذولا اللي ينتحلون الإمامة. هسه جاي نذكر نماذج تاريخية حتى في المستقبل إن شاء الله، النموذج المعاصر، ربما نماذج معاصرة الأخير. فش قال؟ قال له إن أبا منصور العجلي ادعى أن الله رفعه إلى السماء، أسرى به إلى السماء، ومسح على رأسه وقال له يا بسر، يعني يا ولدي بالفارسية، ربما باللهجة القديمة ما أدري، يا بسر يعني يا ولدي، الله تمسح على رأسه وقال له يا بني يا ولدي. الإمام ما ضحك، تفتوا لي إخواني، الإمام ما ضحك، ما قال هذا قاعد يخرف، ترى هذا كذب ادعاءات. الإمام نقل المعركة إلى بعد عقائدي خطر، كلش خطر المعركة، ترى معركة فكرية عقائدية. قال إمامنا عليه السلام، سمعت أبي عن أبيه، عن أبيه إلى أن يصل عن جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال، يعني هسه من القائل هذا الحديث؟ لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الصادق نقله، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، هذا الفضاء الموجود، واتخذ زبانية كعدد الملائكة. التفت، هو خوف منع من السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، بعد ولادة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان بعد ما صار يصعد للسماء الدنيا، لكن جو السماء اتخذ عرشا، الإمام يقول، واتخذ زبانية من الشياطين. زين،
هاي المن سواها العملية؟ الكل واحد؟ لا. فإذا ادعى رجل، شو ادعى يعني؟ يعني ادعى الإمام، يعني ادعى النبوة، إذا ادعى شيء، ادعى أنه من الله. فإذا ادعى رجل فأجابه الناس ووطئ عقبه، يعني صارت له جماهير أتباع، وتخطت إليه الرقاب، يعني قامت الناس تحترمه وتجي وتأخذ من عنده وتسمع لكلامه، شي يصير بهاي المرحلة؟ بهاي الرتبة وين يوصل؟ تراءى له إبليس ورفعه إليه، وإن أبا منصور كان رسول إبليس إليكم. لعن الله أبا منصور، لعن الله أبا منصور، لعن الله أبا منصور. الحج هو دقيق، هو يمر، هو يفتح آفاق عندنا جديدة. يعني يتبين يقول لنا الإمام لا تستهينون بذوله، ترى ذولا شبكة معقدة، سيدهم إبليس، غايتهم أن يضلوكم عن دينكم، عن إمامكم الحق، عن أئمة الحق والهدى سلام الله تعالى عليهم. وإلا جابوا لكم معجزة؟ لا، ما جابوا معجزة. أغلب هاي الدعاوى المنحرفة تجد الشذوذ عندهم. هو نفسه هذا محمد بن بشير كان يجوز اللواط، كان يجوز الخمر، كان يجوز الزنا، وكان يرفع الحج والصوم، بس صلاة وزكاة، حج والصوم طايحات، يتلاعب في الدين. نعم، وهذا من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق. ثم أخذ الله الإيمان من قلبه فصار من جماعة الإيمان المستودع، راح إلى قعر جهنم. وابتلي باب الحوائج بهؤلاء من ذاك الزمن، إمامكم الإمام سلام الله تعالى عليه، مؤامرة المذهب الرافضي هي التي أدت إلى اعتقال الإمام هاي الفترة الطويلة. تعاقدوا ويا هارون الطاغية، قالوا له إحنا نسكت الشارع الشيعي، نشيع بينهم، بين شيعة أهل البيت، وإحنا مصدقون، نقولهم إمامكم باب الحوائج موسى بن جعفر هو مهدي هذه الأمة، ومو مسجون، ترى غايب غايب غاب، وسيظهر في آخر الزمان. والناس هم ذاك من ذاك اللي يدور، ذاك من ذاك اللي مثل علي بن سويد ينفق نصف ثروته يدور على إمام زمانه. بعدين الإمام الرضا شاب، ادعى الإمامة، تشذبوه، قالوا له أنت شنو؟ ذولا فطاح الكبار، أنت منو؟ ولذلك هارون الطاغية راد يضرب مذهب التشيع، خلى نعش الإمام باب الحوائج على الجسر، التفت على جسر الرصافة، ونادى بهذا النداء: هذه جنازة إمام الرافضة، مات حتف أنفه في السجن. ليش يأكد مات حتف أنفه في السجن؟ راد يضرب المعتقد الشيعي، يعني طبعا الباطل، لكن هو في نظر عباله هذا المذهب الشيعي صار الشكل. راد يقول يا شيعة أهل البيت، أنتم اللي تدعون هذا الإمام هو المهدي وغايب، ترى هذه يا مات حتف أنفه في السجن، هذا باب الحوائج، هذا إمامكم. وسبحان الله، رب ضارة نافعة. من فوائد هذا الفعل طبعا رجع علي ويمكرون ويمكر الله، الناس توعت، الناس بكت بحرقة على باب الحوائج، فرطوا بإمامهم، صار لطم، صار صريخ، صار ركض بالشوارع شايلين جنازة الإمام، وبنفس الوقت رجعوا تركوا مذهب الواقفة معظم الناس، ورجعوا لإمامة الإمام الرضا عليه السلام، قالوا له صدق، صدقناك الآن، ذولا كذابين، ذولا منحرفين، 14 سنة بعدونا عن إمامنا باب الحوائج، وإلا كنا نطلع بثورات ونطلع نخلص إمامنا ونشوف النشارة مثلا. فاختلى هارون مثل ما يقول خلاله الجو بباب الحوائج موسى بن جعفر، وفعل ما فعل بإمامنا. البارحة جزء كبير من المظلومية ذكرنا، اليوم جزء ثاني هم ذكره. اي والله، وقلوبنا سيدي عندك يا باب الحوائج، محمله هموم، محمله غصص. ذيك المره اللي سجنه وبنها بريء، بريء، خذوه معتقل، خذوه، اجت تركض من بيتها، طلعت تركض القبر الامام باب الحوائج الموسى بن جعفر، وصيح بالشارع يا غريب السجون، خلص ولدي، خلص ولدي. واحد من كبار المخالفين، واحد من ذول اللي ينظرون للباطل،
قال شوفوا هاي المخبولة، تقول له يا غريب السجون، هو غريب بالسجون، انت جاي تقولين مات بالسجن يخلص ولدك من السجن شلون؟ يقول قالت له يا باب الحوائج يا غريب، اريد هسه تراويني آية وتراوي آية في هالموقف هذا. يقول هو اخذت العزة بالاثم، قال والله الا اوقف انا وياك على قبر موسى بن جعفر ورد اشوف شلون يخلص ابنك وهو مات بالسجن. يقول انكبت على قبر الامام، قالت له يا غريب السجون خلص ولدي. يقسم ابن الصباغ البغدادي، يقول اقسم بالله بعدها على قبر باب الحوائج اجى المبشر يبشرها بنجاة ولدها، او اجى الشرط اعتقل هذا بجرم التهمة لولده، قال له الا تجيب ابنك شارد ابنك المطلوب طلع. وهو على قبر الامام وهي على قبر الامام باب الحوائج عليه السلام. يا عم مجرب الامام، وانا قلت البارحة قلت وهذا كرر الحكي، ما نريد نبكي على حوائجنا، نريد نبكي على مصاب الامام، على مظلومية الامام. امامكم مهضوم، امامكم مغيب، امامكم مظلوم. السلام على نور الله المغيب في ظلمات الارض. الله، وهنيئا اللي يذرف دمعه عد امير المؤمنين بجوار جد امير المؤمنين ونعزين. قل له سيدي يا ابا الحسن يا امير المؤمنين، انت ويانا اشترك بهذه الليله بعزاء الامام باب الحوائج من صحنك. يا ابا الحسن يا امير المؤمنين، ولدك موسى بن جعفر صار كالخيال من شده الضعف، كالخيال، بس ثوب طارحينه. ذاك الطاغية البارحة ذكرنا يتباوع من القصر يشرف، يقولوا له يقولهم شنو هذا؟ يقولوا له شنو شوفه، قال هذا ثوب ملقى. شنو هذا الثوب؟ قالوا له ما هو بثوب، هذا باب الحوائج موسى بن جعفر. وقبر ببغداد لنفس زكية، نفس زكية باب الحوائج، راح مقتول شهيد مسموم. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. يقول قعد هذا الطاغية، من حيث البارحة ختمنا نبدي، جلس هذا الطاغية بعد أن اعتقل الإمام عليه السلام، أودعه في سجن السندي بن شاهك المجوسي الناصب العداء لآل محمد. قال له انت ما تتوسخه؟ قال له لا خلاص يمي القضية. يقول صار يضيق على الامام حبسه يوما بعد يوم. مثل ايش؟ يقول قيد الامام بثلاثين رطل من الحديد. الله اكبر، 30 رطل من الحديد، يعني الامام ما يقدر يتحرك. يا ناس ما يقدر يتحرك امامكم لثقل الحديد. بعد قال وضعه في طامورة تحت الأرض. علي بن سويد يقول من زرت الإمام دخلت للطامورة أرفع يدي فلا أراها. يعني شلون ظلمة هاي؟ من يتحمل هالظلمة؟ ولذلك قال سيدي نحن نأكل ونشرب ونستنشق الهواء، الله أكبر، وأنت في هذه الطامورة. قال له منو انت؟ علي بن سويد. قال له فداك علي. قال له ايش جابك؟ ايش ذكرك بي؟ 14 سنة ما حد ذكرني منكم. قلت له سيدي ضاقت صدورنا متى الفرج؟ انطال موعد. قال له الفرج قريب. قلت له متى؟ بشرك الله بالخير. قال الفرج قريب ضحا على جسر الرصافة ببغداد، على جسر الرصافة. طلع فرحان وينتظرون خلي نروح للسجن بعدين نرجع لهم. يقول ثم إن الطاغية أحضر رطبين وخيطا مسموما دافه بالسم مرارا. سلك مسموم دافه بالسم مرارا تكرارا، وسم قاتل. يقول صار ينظم هذا السلك بالرطب، صار الرطب مسموم. وقال للسندي اخذ الامام، اخذ للكاظم خلي يتناوله، وقال له اذا ما اكل من هذا الرطب فانه مقتول، يعني بالحالتين اقتله، كون ياكل من عنده. يقول قدمه الى الامام، امامكم تناول من هذا الرطب قبل لا يتناوله. قال الهي
تعلم لو أني أكلت قبل هذا اليوم لكنت معينا على نفسي، لكن الآن الأجل المقضي إجا بعد خلص محتوم. أكل إمامكم من هذا الرطب، ثم بعد ذلك نظر السندي إليه قال زد على هذا الذي أكلته، قال له ما حاجة فقد بلغت الذي تريد. رحت ترى للموت أنا، اللي تريده خلاص حققته شيله. يقول شال الرطب صار الإمام يجود بنفسه يتقلب. المسيب بن نجية كان حارس من حراس السجن، يقول أتباوع للإمام يتقلب يتقلب من حرارة السم، ما أقدر أدخل أمرغه أشوفه أجيب له ماي أساعده أعاونه، أقول له ماجور أقول له الله يساعدك، مو يحتاج يولا المسموم المريض إيش يحتاج؟ يحتاج واحد يوقف بخدمته يصير برعايته إمامكم بالطامورة يتقلب. يا لله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. يقول يتقلب الإمام سلام الله عليه. هذا المسيب يقول غافلت السجانين البقية، فتحت باب السجن دخلت على الإمام، يقول خليت رأس الإمام بحجري، نظر لي فتح عيونه قال يا مسيب إني ماض إلى ربي، يا مسيب سأب بيني وبين ثلاثة أيام، إنه سيصفر وجهي ثم بعد ذلك يحمر ثم في اليوم الثالث يبيض، ثم سأطلب منك ماء فإذا شربت من هذا الماء اضطربت وتغير لوني فأعلم الطاغية بوفاتي، واعلم يا مسيب أن القوم يظنون أنهم يغسلوني ويكفنوني ووالله لا تصل أيديهم إلي. اعتقاد خاص، هذا اعتقاد خاص. قلت لسيدي إذن ياهي غسلك ياهي كفنك، قال يا مسيب مهما شككت في أمر فلا تشكن في إمامك علي بن موسى فإنه سيحضر لتغسيلي وتكفيني. يا الله، مضن الثلاث أيام الشيعة ينتظرون على جسر الرصافة، أنت تريد تدخل وي الإمام بالسجن تعيش؟ لازم البتش أزيد، لازم العبرة أكثر. لو تريد تنتظر على السجن تنتظر خبر الإمام عليه السلام، كيفك أنت الشيعي قاعد يم الإمام مختار؟ يا الله يا الله، عيني يا باب الحوائج، عزاءك عظيم ضخمي والله. يقول إمامكم باب الحوائج بعد ثلاثة. المسيب يقول كل العلامات تحققت اللي خبرني عنها، ما أريد واحد ساكت يم علي يم أمير المؤمنين، أعظم الله لك الأجر أبا الحسن يا علي. ثم إن إمامكم استقبل القبلة ومدد يديه ورجليه وفاضت روحه الطاهرة وإماما. والأرض صيحة ويا بكل حين. رحم الله من نادى وغريبا، رحم الله من نادى ومسموما، رحم الله من نادى ومظلوما. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، بس ما طاح بس ما طاح سد وبابه علي. طاح الإمام بعد ما يقدر يقوم، طاح الإمام أثر بي السم. إي والله بس ما طاح سد وبابه علي، ظل وحده ولا واحد قرب لي. إي والله تجبل إمامكم وحده اللي يحتضر الناس الجبلة، إمامنا باب الحوائج يقول تجبل مدد يده وعده رجلي.
وقضت روح الحنين وفر قلبياً، وصل الخبر للطاغية يقول نهض نهضة فرح من تاني اللي نعش باب الحوايج رايد يشيل، شالوا للجسر اربع حمامي او بي سمعت الناس وغدت تلتم. يقول ملتمين احنا علي بن سويد متجمعين على الجسر بينا نحن كذلك، وإذ نرى جنازة يحملها أربعة من السجانين. دوم أقول أي لحجاية مو تصور جنازة شايلينها بتابوت، يقول لا ميت ملفوف بعبايته. جابوا نعش الإمام خلوا على الجسر، والمنادي ينادي هذه جنازة إمام الرافضة. وصارت القضية، أرد أوصل المصيبة ذيش دائما تتكرر نسمعها، إلى أن شالوا الإمام شيعوا الشيعة رجالا نساء، خلوا النعش على رؤوسهم وطلعوا يركضون حفاي ويلطمون، وإماماه ومسموماه ومظلوماه جابوا للمغتسل المسيب بن نجية. يقول شوية وأشوف شاب دخل علينا أشبه الخلق بموسى بن جعفر، بس يقول شفت الأعمامه وحاسر الرأس وحاف القدمين ومشقوق الجيب. يقول وإجا عاف الناس كلها اجا وقف علي قال لي نفس حجاية اللي قالها الامام، قال لي يا مسيب مهما شككت في امر فلا تشكن في، فاني حجة الله عليك انا علي بن موسى الرضا. لا 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 بعد مو هاي المصيبة، مو هاي، اسمعها افتح قلبك زين الها. يقول المصيبة يا اخوان ايش تتصور، الامام الرضا اجا الموسى بن جعفر ابوه ممدود على صخرة المغتسل، اول موضع قبله وين؟ يلا يا زوار اذا قلبك يجابك خوش قبل يا موضع من الامام. يقول المسيب شفت الامام انحنى على ساق الامام الكاظم، كشف ساق الامام احتضنها وقبلها واجهش بالبكاء. يقول اول مرة انتبه صدق تباوعت، واذا ساق الامام مرضوم. ايش حابا ابن الرضا لما انقصد لي، ايش حال ابن الرضا لما انقصد لي وعاين للحديد وشاف رجلي. ايش يقول الشاعر ايش قد ظل يبكي عليه، ايش قد سنة سنتين هذا الموقف ايش قد اثر بقلب الامام. يقول ظل يبكي على حاله وينتحب ليه لما انقضى بخريسان بالسم. الله هنا يريد يسأل شاعر آخر من الإمام الرضا، يقول له سيدي كل ميت كل متوفى وأبوك من عندهم الإمام الكاظم عليه السلام، عادة الميت كون تجاوبني، عادة الميت يحضرون أهله. الله أريد نروح بوجهة ثانية من العزاء، عندك استعدادي ولا ها قضت دموعك يا بعده، يستحق ابو علي البتشي ولا غريب كربلاء يستحق. عادة الميت يحضروا لأهله، ذاك جايب ماي ذاك يغسله، مو أهله يحضرون الميت يجي يركضون، اي والله ذاك هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا جايب جفن ذاك يفصله، وذاك يحفر قبر ذاك ينزله. وين تريد تودينا شاعر احكي؟ اي والله ذاك يحفر قبر ذاك ينزله. اي والله يا عادة
عدل ما جروها بكربلة، وحسيناه واماما يا عادل ما جروها بكربلة، ظل ثلاث ايام من سيد الملا. اي والله الغسيل دمه والجفن ذار الفلا. ابو علي سيدي عذرا، بس زينب مرت عليك وما تقدر لا تغسلك لا تشفنك، وليمتى جتك؟ جتك تعتذر بوقت الغروب. خويا الشمس غابت، خويا الشمس غابت يا خويا وجل الغروب، جياتك والهوى يعثرني بالثوب. خويا يلي قضيت نوبك صار للنوب، دليني ادير الوجه يا صوب يا خويا. ايه وانا ما ماشي يا وديا يا بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا عندك حاجة احكي وياي بصحن الإمام أمير المؤمنين وليلة شهادة الإمام باب الحوائج، فرصة فرصة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، شافي مرضانا يا الله. من سألوني الدعاء بصورة خاصة، إلهي بموسى بن جعفر وكفى، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارزقهم ذرية، من يطلبون الذرية بحق أمير المؤمنين يا الله يا الله يا الله. إلهي وسيدي ومولاي، خفف عنا سكرات الموت وشدائد القبر وهول المطلع، عرف بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة يا الله. إلهي وسيدي ومولاي، عجل في فرج مولانا وصاحب عصرنا المهدي، واجعلنا من أنصاره وأتباعه والشهداء بين يديه القائمين على هذا العزاء المبارك، تقبل منهم بخير قبول. وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين وشيعة أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.